مجدي حفيدي لما اتمشى انا وياه يقول، او اذا كان حفيد عم يمشي بالشارع يقول جدي ساهم بإعادة اعمار هذه المدينة. Monsieur Chirac, il est parmi nous, il est accueilli par le Premier ministre, Monsieur Rafi El-Hariri. Une réception officielle est organisée à cette occasion pour montrer la sympathie que lui réserve le peuple libanais. Je suis confident que le président Clinton va aider le Liban dans le futur et l'assister à regagner son indépendance. Also will help him in the reconstruction effort. If really Israel wants security and wants peace, and we want that, we want it deeply. And I ask again the Prime Minister to reconsider and to consider that the security and the peace are together. They cannot be separated. All right, Rafiq Hariri, Prime Minister of Lebanon, thank you very much indeed for your perspective into the latest developments that have come out with regard to UN Resolution 425. Back now to the studio. هلأ هاي كل قائمات اللي عن الرئيس الحالي يعني كل شيء صور من أي سنة 91 تقريبا يعني طيب كم صفحة هذول تقريبا؟ أي شيء بدي أقول 500 في شيء 500 صفحة وبيتضمنوا كم خبر؟ كثير يعني رأيك شيء هيك رقم؟ آلاف مو بعرف آلاف يعني هو الجمال فيها انك تقدر تشوف البحر والجبل والفيو بنفس الوقت والناس ما بتشوفهم انه ما بتشوفهم هذه الشغله المؤسفه يعني ما فيك تشوف الناس هو هذا خطأ اللي بيطلع من فوق دائما للامور بطل يحس بالناس مشان هيك بسموه قاعد برج عاجي مش هيك ليه بقولوا له عاجي مش عالي بدي يكون حدا بالزمان برج لا ما بتشوف الناس طيب دولة رئيس بيروت راح تكفيك؟ بيروت راح تكفيك؟ هذا سؤال ملغوم يعني بيروت أنا بشوفها مدينة كبيرة وعظيمة وفعلا بشعر بالاعتزاز اللي بمثلها نعل حذاء الحريري الجديد دوما حيرني والسبب هو أن هذا التفصيل على سخافته ينطوي على مفارقة جديرة بأن تذكر مفارقة بين ما يعلنه الحريري عن رغبته في التقرب إلى الناس ونعاله التي ترفض أن تعرف غبار الشارع سيما وأنه كان على أبواب حملته للانتخابات النيابية المقبلة التي يشاع هنا أنها ستكون فرصة بالنسبة له كي يصفي حساباته مع من كانوا وراء أبعاده عن الحكم قبل عامين أو أكثر أخيراً
وجد الحريري الحل الأمثل ليكون على علاقة مع الناس. لما الذهاب إليهم ما دام بوسعه إحضارهم لعنده. نحن هذه الاجتماعات يجب أن تتكرر. من جهتنا نحن راح نكررها. اللي حصل في الماضي مش بناء لتقصير أو عدم رغبة بقدر عدم قدرة على عقد هذه الاجتماعات وعلى التواصل مع الناس. ونحن بعتقد أفضل تنظيم هو تنظيم العائلات وتصير العائلات هي تأخذ مسؤولية أفرادها ومش بس أفرادها. يعني أنتوا يعني عمر كنت عم بحكي أنا وياه هذا واجب بيقول لي أنا سألت طيب العائلة قديش فيها مدري شو سأل حدا قالوا له هالقد قلت له مش هذا المهم عدد مهم ولكن اللي أهم عدد الناس المرتبطين فيه كل واحد من العائلات مرتبط فيه 3 و4 على الأقل فإذا عائلة فيها 500 صوت بالحقيقة هي 2000-2500 لنفرض مثلا أنت ما صوتت في عندك حزب الله موجود هينزل يصوت الأرمني موجود هينزل يصوت الدرزي موجود هينزل يصوت تماما بينزلوا بصوته إذا أنت ما صوتت صار صوته هو اللي بيطلع الناس مش هي؟ فصار هو بيروت دولة الرئيس أنا كبير وبدي بوصل هذا شرف لإلي حبيبي خيجو قاعد بدي أشتغل فيه قلت له بقول لأمك أنا الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يخلي لك وبيننا اليوم مع إطلالة هذا الشهر الكريم إطلالة مباركة بيننا اليوم أيها السادة أيها الناس أيها الإخوة بيننا اليوم القائد رغم الحاقد ورغم أنف الحاسد فإذا أحب الله عبداً حبب به عباده الله أكبر 1500 وجبة في اليوم طيلة شهر رمضان هذه الموائد العامرة كل عام هي مصدر اعتزاز عند الحريري فبالنسبة لرجل مؤمن مثله الأمر لا يعدو كونه فريضة دين أما بالنسبة للمفترين من ذوي النوايا السيئة طبعاً الأمر لا يعد كونه استجلاب للناس ودعاية مش صحيح الحكي يعني. لما عم تقول انه رفيق الحريري فات على السياسي من باب المال العريض لانه اذا كان من يعني رفيق الحريري بده يستعمل المال للوصول للسياسي ما مضطر يصرف كل المبالغ الكبيره على التعليم وعلى المستشفيات وعلى الجامعه وعلى المدارس وعلى المساعدات الاجتماعيه وعلى مؤسسه الحريري ما مضطر يعني عيب احكي عن حالي بس انا من الثمانينات من 78 وانا بساعي طب جيت على الحكومة 92 اصبح تاريخي عبء علي كيف الحكي صفة تهمي مستقبلنا ومستقبل البلد لسنوات عديدة جدا
فمساعدة منكم في الاستقرار أمر جوهر. سواء كنا في المعارضة أو في أي موقع آخر فنحن نؤيد ما تقوم به الحكومة اللبنانية في موضوع العملية السلمية بدون فرق. طبعا ما بنؤيدها بكثير أشياء داخلية هذا الموضوع. أنا محلاك ببحث عن الحقيقة، الموضوع له معي ولو ضدي، وما لازم تاخد موقف، لا موقف مع بالمطلق ولا موقف ضد بالمطلق. أنا بعتقد وبكل ثقة أنه أي باحث عن الحقيقة فيما يتعلق برفيق الحريري هتكون النتيجة لمصلحته، وأنا أطلب أكثر من هيك. برلوسكوني رجل أعمال أصبح رئيس وزراء لإيطاليا، شو وجه الشبه بينك وبينه؟ ما في أي قواسم مشتركة بينه وبينه. أولا إيطاليا غير لبنان، لبنان غير إيطاليا. تمام. بس سري. لا لا معلش معلش يعني. وهذا شيء نادر يعني. الأمر الثاني، برلوسكوني عمل ثروته في إيطاليا وعمله في إيطاليا، شغله في إيطاليا، طبيعة عمله، طبيعة المؤسسات اللي بديرها إلها علاقة بكل أعمال الدولة، كل شغله إله علاقة بالدولة. فهذا وضع محرج لرئيس وزارة ورجل أعمال يمارس عمله في الدولة. بالنسبة لي أنا الوضع مختلف تماما، أنا شغلي مش بلبنان، عندي بعض الأشغال في لبنان يعني لا قيمتها وحجمها ووضعيتها لا تقاس بما لدي في الخارج. المشروع الوحيد اللي صار فيه لغط عليه واللي هو مشروع بناء وسط المدينة سوليدير، اللي هو طبعا بظروف طبيعية عادية أنا يمكن ما كنت دخلت فيه، بس أنا دخلت فيه لأنه هذا المشروع عدم دخولي فيه ما كان حيمشي، وأعلنت وقتها عدة مرات أنه أنا أي أرباح أو إيرادات تجي ستوزع المؤسسات الاجتماعية، وهذا اللي عم نعمله.